والملك الملك الرحمن وزيد وصلى على بلادنا السلام عليكم. حكايتنا سيادي كتبدا مع واحد البنت صغيره كتمشى مع باها في واحد الجزيره. السلام عليكم، سميتي ادم عيد المدن، مشارك في هذا لاكتيفيتي ديال ايام الربيعيه اللي نظمتها مؤسسه انس القدس الخصوصيه. وبالنسبه للمشاركه ديالي، كنت انا واحد الرجل اللي هو حكواتي اللي كيعاود للناس بعض القصص وكيروي لهم، وفي نفس الوقت ضروري مره ينشطهم ويضحك معاهم. المهم هذا النشاط هذا نظم من طرف الناس ديال الاداره، وكان كنقدم لهم الشكر ديالي وكنشكرهم من هذا المنبر وبالنسبه للاساتذه حتى هما اللي طابروا في هذا لاكتيفيتي واجتهدوا، وبخصوص الرياضيات والفرنسيه والعربيه، هادو داروا بزاف ديال لاكتيفيتي اللي داخلين في هاد الايام الربيعيه، واللي كنعطيهم واحد الشكر وواحد التحيه خاصه وشكرا. السلام عليكم، حكيمه حنفي، انا ام عندي وليداتي كيقراو في مؤسسه انس القدس الخصوصيه. بصفتي كأم كنأيد هاد النشاط اللي دارت المؤسسة، وكله في المستوى كيهرس حتى الوليدات تيهرسوا داك العيا ديال آخر السنة ديال القراية 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 مزيان بحال هكا، كتعطى قوة أخرى للوليدات مورا إن شاء الله مقبلين على امتحانات مورا هاد النشاط هذا. فأنا كنشوفه ممتاز وفي المستوى، كل شيء في المستوى. السلام عليكم، معكم مديرة مؤسسة أنس القدس للتعليم الخصوصي. اليوم كنتواجدوا برحاب المؤسسة، نظمنا اليوم افتتاح الأيام الربيعية بالمؤسسة عندنا تحت اسم المورود الثقافي المغربي الغنى في التنوع، اللي شمل مجموعة من الورشات، منهم أول وحدة هي جمع الفنان المصغر كما كيبان لكم هنا معانا. حاولنا ما أمكن نجيبوا ما هو ثقافي مغربي ديالنا، اي في التراث ديالنا المغربي، اي حاجه كتميز بها التراث المغربي ديالنا حاولنا ما امكن نجيبوها مصغره. مثلا في جامع الفنا عندنا الحلايقي، عندنا الحكواتي، مول البابوش، النقاشات، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتميز بهم ميم القراب، وجبناه للوليدات باش هكا الوليدات ديالنا يتعرفوا على الثقافه المغربيه. كاينين بعض الوليدات عارفينها وكاينين بعض الوليدات اللي هما غافلين عليها، سيرتو التراث المغربي ديالنا راه غني وغني بزاف. من بعد ما قلنا كما قلنا عندنا جامع الفنا مصغر، عندنا ورشه ايضا ديال الامازيغيه اللي فيها ورشه خاصه للارغان، دونك يلا داز اليوم العالمي لشجره الارغان، حتى حنا احتفلنا به بطريقتنا الخاصه. كاين الاكلات الامازيغيه، الالبسه، الاواني، كل ما يخص الثقافه الامازيغيه. وعندنا رواق صحراوي وكذا الرواق الشمالي، وعندنا اروقه علميه للوليدات ديالنا، كاين عندنا المسرح، كاين ورشه الكتاب والقصه، وكاين بزاف ديال الورشات. كنبغي نشكر جزيل الشكر كاع الناس اللي حضروا معنا اليوم في هذا النشاط هذا، او في هذه الاحتفاليه المصغره عندنا في المؤسسه، لا من اطر اداريه، لا من تربويه، لا من اباء، لا من امهات، لا جميع الحضور الكريم، كل واحد بالاسم ديالو، لا من الناس اللي معنا هنايا ديال الصحافه الله يجازيهم بالخير. كنبغي نشكر الجميع وشكرا جزيلا لكم. بغيت نتابع مع واحد الراجل اخر كيدوي على الاعمال ديالهم، وذاك الراجل تاوع صغيره مخبيه وراز وخايف بحال خايفه من شي حاجه. واحد الوقت ذاك الراجل اللي فتحنا به القصه اللي سميتو انفصال، قال لبنته مشيت لعندها قطع جا بنات وصبات، اللي هو الراجل الثاني اللي فتحنا به القصه. المهم مشات انفصال كان لعندها قطع جا في شعب يقول في الماء والورد ازهار. واحد الوقت انفصال سمعت الغوت ديال با، وسمعت بحال شي جده طاحت في الارض، مشات كتجري تلاقى با عرفت دمايته وميت. وديك الساعات عرفت بلي راه النهار غير تيكون نهار الله يطيح، تيجيبو تيبيعوه للمول التعاونية ولا مول المعمل ديال الورد. شنو كيديرو ليه؟ اللي تقدرو شحال من طن باش يخرجوا على طن خاص، وهذاك تيتصدر غير لبرا، وهذا الماء ديال الورد زينة. المستوى الثالث ممتاز، يلا ما
المدينه في المرشد كما انا شنو كديروا حنا تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.